كنت نصب الصابون وكملت الصابون حتى نشر في النشر. يلا درت وحدين على الباب الاولي نشرتهم، والثاني بغيت نشر معاكو على الباب، ومتلقى الخاميه هو قال لي ارى نشر لك هذاك الشيء. قلت لي لا انت، على انت مرا بغيت نشر هذا الشيء، انت راجل. قال لك لا خليني انا بغيت نشرهم صافي. هو يزير لي على يديا وينشرهم نشرهم. انا كملت الصابون، كملنا سالينا بقي ولينا نهضروا مورا هذيك الساعه عادي. دخلت للكوزينه خويت كاس اتاي تنشرب فيه، قال لي عطيني كاس اتاي خويته ليه، باقي كاع ما كملوا خويته ليه. واقف حدا الكوزينه قلت ليه دي البنيات اللي سميتو ديهم للبيت، وقلت انت وياهم حتى نكمل. بغيت نصب انايا حتى اللحم في الكوكوت، يلا بغيت نصب. دخل زرب دخل دغيا وهز الماس من الشبكه ديال الماس، هزا هو يضربني الحنكي، ضربني الحنكي. بغيت نكالي بيديا ندفعو، جات لي في يديا جوج مرات دفعته. خرجت للقاع الدار تنغوت والبنية تتغوت، الكبيرة شوية تتغوت، الأخرى هي في الباب تتغوت. صافي أنا خفت عليهم، بديت تنغوت عاطيها الغوت تندفع، تجي لها في راسي تجي لها في عنقي، جات لها في وجهي، جات لي من عند راسي لوجهي. جاو الناس دخلت واحد المرا منين بغا يشدوه، قال لهم بغيت ينكمي هو يهرب هو هرب. صافي تحت أنا مبقاش عقلت، دخت وتحت تحت على شي سطولات ماكل محابك وداكشي. صافي تحت الأرض مبقاش عقلت، دخلت نقاش ما بين المرأة والرجل. دائما كاينين هاد اللي بطبيعة الحال اي واحد تيتخاصم مرتو داكشي كاين، ولكن عادي زعما ما قصداش انا بغي يضربني بالموس ولا بغي يدير لي هاد الحال هادي. انا كون قصد بغي يدير لي هاد الحال هادي ما عادش نبقى معاه. كنتمنى انايا غير يحيد لي هادشي من وجهي، كنتمنى من الناس يتعاونوا معايا على هادشي اللي في وجهي، يحيد لي هاد السيكاتريس من وجهي، ودكتور التاتي يحيد لي غير هادشي من وجهي. انا ما بغيتش هادشي يبقى لي في وجهي مشوه، حتى الناس ما عاد يبقاو الناس يهضروا، ما عادش يقولوا هذه راه كانت عادي مسكينه ما فيها والو، عادي يقولوا هذه مجرمه دايره شي حاجه. واش انا ما بغيتش يقولوا فيا الناس، دوك انا ولت كاع تنتعصب من جهه هادشي اللي في وجهي.